حلوة أوي جرعة التفاؤل اللي بدأت بيها الفقرة والحلقة. إن شاء الله لا طبعًا طبعًا. عشان الفترة الجاية الناس خلاص وصلت لمرحلة أنت بتتكلم حتى ولو خمس زي ماتش كورة. الناس بقت تعرض حتى ماتشات وأرشيف ماتشات قديم ماتشات قديمة. نعم. عشان تتابع وتتشاف وحتى بقت نسبة المشاهدة بتاعتها بقت عالية جدًا. وطبعًا كله عايش في الفترة الحالية عن النوستالجيا والقديم والماتشات القديمة وحتى والله بشوف كل حسابات القنوات العربية امبارح كنت قاعد بتفرج يعني القناة المغربية كانت عاملة لايف ماتش الرجاء والمغرب التطواني اعتقد كان على تويتر متخيل بيذيعوا لايف يعني ماتش حوالي ساعة ونص فطبعا الناس كلها مشتاقة للكورة والحلو ان بعد ما قعدنا فترة يا محمد بنتكلم ان العالم كله بيسعى لإلغاء البطولات يعني تحسبا للظروف الصعبة كله النهاردة دلوقتي كله بشكل رسمي كله بيتكلم على عودة الدوريات المحليه والبعد تماما عن الغاء ما حدش النهارده بعد الدوري المصري بس نحط ده في حته في العالم لا هو ما حدش بيتكلم عليه اصلا ولا حد بيتكلم لا في انديه طلعت بتتكلم في الالغاء والله لا مش هنتكلم عليها بعدين وجهه نظر لكن اللي قصده اللي بيديروا المنظومه يعني مش معرفين احنا هنعمل ايه يعني الناس بتحاول بتقول لك في احنا ان شاء الله بنحاول ان احنا لكن ما حدش حاطط خطه ما حدش بيتكلم عليها بشكل واضح لكن النهارده الرسمي مثلا الخبر الناس كلها بتتناوله بقالنا 48 ساعة الاتحاد الأوروبي قال حط ميعاد مبدئي لعودة البطولات في المحلية في شهر يوليو يعني شهر يوليو إن شاء الله نخلص فيه البطولات المحلية إن شاء الله شهر 8 تلعب فيه دوري الأبطال والدوري الأوروبي يعني ده معناه ايه فكره انك تخلص الدوري المحلي الاول طبعا وبعدين تستكمل بقى الدوريات دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي في اغسطس حتى لو اضطريت انك تعمل السيمي فاينل والفاينل بنظام الدوره المجمعه في احد الدول بدون حضور جماهير طيب فتقال طب لو احنا كده خلصنا الموسم 30/8 اللعيبه تاخد فتره راحه قد ايه قال لك هم اسبوعين بس زي ما احنا عملنا السنه اللي فاتت زي ما احنا عملنا الموسم اللي فاتت خلاص يبقى النهارده الاتجاه يا محمد تفهم ايه من الكلام ده صح مفيش اي نيه لالغاء اي بطوله ليه لان محدش يجرؤ تاني اهو انه يتحمل فاتوره الالغاء الناس لما قعدوا يحسبوا الامور لا فبالتالي احنا طبعا عارف ان احنا طبيعتنا بنستنى نشوف الناس بره بتعمل ايه وبنعمل زيهم فطبعا اي كلام عن انا عجبني جدا جدا تصريحات مسؤول نادي انبي فعلا الوحيدين الواقعيين لغايه دلوقتي شفتهم في الساحه بصراحه لما قالوا ان احنا لا لازم الموسم يكمل ما حدش يقدر يتحمل قرار الالغاء ما تقدرش صعب جدا مظبوط خصوصا ان احنا لغايه دلوقتي لسه ما حدش اتكلم على تخفيض رواتب اللعيبه احنا النهارده واضح جدا ان كل اللعيبه مثلا الايه الملفات المثاره هو التجديد وان انا عايز اخد فلوس زياده ما حدش بيتكلم خالص عن الظرف الحقيقي اللي احنا فيه احنا تخفيض رواتب حتى شهرين ثلاثه يعني ما حدش يتكلم احنا الناس كلها بتتكلم النهارده يعني تخلي بالك كل الملفات المفتوحه العقد الجديد بتاعي انا هاخده كام طب التجديد بتاعي انا هاخد فيه كام هاخد زياده كام عشان ده العقد الاخير ليا وده خلي بالك ده حق كل لعيب بس في ظرف المنظومه بتعاني منه العالم كله بيعاني منه عندنا سيبك من العالم بالاخر ما بيحل احنا متابعين ليهم لكن احنا عايشينه فاحنا خلي بالك يا محمد لما هنرجع عمرك ما هترجع بنفس القوه لا طبعا نو واي ده مستحيل بدليل ان العالم كله اول ما هيرجع الكوره ما حدش هيودي جماهير لا يعني كده بسم الله الرحمن الرحيم ما حدش هيرجع ايوه واحنا عندنا بالنسبه لنا الامر مش جديد طبعا فيعني الامر بالنسبه لنا حلل نفسه بالظبط فهي الفكره كلها في حته ايه في حته ان احنا عايزين نشوف الوضع بتاعنا واضح جدا 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 ان محدش هيتجه لإلغاء أي بطولة السنة دي طالما أنت فعلا أجلت البطولات زي ما كنا بنقول في الحلقة اللي فاتت أجلت كل البطولات الدولية للسنة الجاية.